شكرا لك حسام، أهلا بكم مشاهدينا في آخر وقفتنا الحوارية، ولكن هي جد هامة تتعانق على أرض مصر ومكونات الحضارة المصرية القديمة ما بين فرعونية وقبطية وإسلامية أيضا. الأثار الإسلامية بجمالها المعماري والزخارف الجميلة، هذا ما نعرفه عنها حتى لو لا نعرف أي أثار تنتمي لأي عصر. وهناك توجه من وزارة الأثار بالاهتمام بهذه الأثار التي بعضها تعرض إلى الإهمال لفترات، ومعرفة أهميتهم وترميمهم على الأصول والأسس العلمية الصحيحة. وآخر هذه التحركات من قبل وزارة الأثار الإعلان عن إعداد مشروع لترميم وتطوير قبتي الأشرف خليل وفاطمة خاتون بشارع الأشراف بمنطقة الخليفة، وهي من مناطق الأثار المملوكية وتمثل حقبة تاريخية مهمة. يعني للتعرف على هذه الفترة وعلى مجهودات وزارة الأثار وربما العوائق في مجالات الترميم، معي ومعكم في هذا الحوار الدكتور محمود إبراهيم حسين، وهو أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة القاهرة. صباح الخير دكتور محمود. صباح الخير، كل سنة وانت طيب وحضرتك بخير ورمضان كريم. يعني واحنا نتحدث عن هذه المناطق وعملية الترميم، نتحدث عن المناطق التي تتبع العصر المملوكي وأهم هذه المناطق الأثرية. هو احنا عندنا في الأثار الإسلامية مناطق معينة، نبدأها بأقدم المناطق الإسلامية في مصر اللي هي منطقة الفسطاط ومصر القديمة. المنطقة دي كانت بداية الآثار الإسلامية بإنشاء عاصمة اللي هي الفسطاط، أول عواصم الإسلامية في إفريقيا وأول عاصمة للمسلمين في مصر. وبالتالي فكل الآثار اللي موجودة في هذا النطاق بتكون هي من الفترة المبكرة اللي هي الفترة الأموية والعباسية. وبعدين بننتقل قليلا إلى الشمال من هذه المنطقة، بتيجي منطقة العسكر اللي هي العاصمة الثانية لمصر بكل أثرها اللي هو جامع العسكر والبيوت اللي بنيت في ذلك الوقت، ودي تنتمي للعصر العباسي. وبعدين إلى الشمال منها مدينة القطائع اللي هي بنيت على ربوة عالية شوية، وأهم أثرها الباقية اللي هو أقدم جامع موجود على أرض مصر بحالته القديمة اللي هو جامع أحمد ابن طولون. دول كلهم بينتموا إلى فترة الدولة الطولونية. وبعدين بنمشي شمالا فبنجد القاهرة الفاطمية. القاهرة الفاطمية اللي هي محددة بالسور والأبواب، عندنا سور بدر الجمالي لا زال قائما، عندنا بقايا من سور جوهر يعني في بعض المناطق، لكن عندنا ثلاث أبواب من القاهرة لازالوا موجودين حتى الآن وينتموا للعصر الفاطمي اللي هي باب النصر وباب الفتوح في الشمال وباب زويلة في الجنوب. داخل القاهرة الفاطمية بطبيعة الحال كانت الآثار الفاطمية زي جامع الأقمر، زي جامع الحاكم بأمر الله، زي جامع الأزهر، زي جامع الصالح طلائع. لكن هناك بعض الجوامع تتبع بقى الفترة المملوكية طبعا الحقيقة. بطبيعة الحال ان المماليك والايوبيين لما جم بعد الفاطميين بنوا داخل القاهرة على انقاض الاثار الفاطمية، فبنيت المدرسة الصالحية والمدرسة الكاملية من العصر الايوبي، وبعدين سلسلة كبيرة جدا من المساجد والمنشآت اللي هي اكثرها او اشهرها القبة المنصور قلاوون وبمرستان قلاوون ومسجد المؤيد شيخ. وعلى فكرة المنصور قلاوون ينتمي إلى مماليك والمؤيد شيخ ينتمي إلى مماليك. دول مماليك برجية بحرية بحرية وبرجية. ودول المماليك الجراكسة أو البرجية. ونتحدث بقى عن عملية الترميم، أي من هذه المناطق التي تفضلت بذكرها خصوصا في العصر المملوكي وزارة الآثار يعني ستشرع في هذه عملية الترميم؟ وليه الفترة اللي فاتت كان في فترة كده في صحوة والاهتمام بهذه الآثار ومنطقة الجمالية وكذا، وخفتت هذه النبرة المهتمة بهذه الآثار، فأين نحن الآن وأي مناطق التي ستشملها العملية الحالية؟ هو احنا في الواقع انه كان في طفرة كبيرة جدا وفي أموال ضخمة جدا صرفت وأنفقت على ترميم الآثار الإسلامية. عندما أطلقت الصيحة التحذيرية بأن الآثار الإسلامية في طريقها إلى الزوال نتيجة لمسألة المياه الجوفية، ارتفاع المياه الجوفية بأنواعها، المياه الجوفية الطبيعية والمياه الجوفية الحمضية،
فأدى ذلك إلى أنه الناس كلها تخاف من أن الأثار دي لا تستمر، وكانوا حاطين لها حوالي 20 سنة، قالوا أنه بعد 20 سنة مش هيبقى في أثار إسلامية في القاهرة. أوكي. فبالتالي أنشئ ما عرف باسم مشروع القاهرة التاريخية. مشروع القاهرة التاريخية ده كان القصد منه مشروعات عاجلة ومشروعات آجلة. المشروعات العاجلة هي ترميم المباني الأثرية أو الآثار التي سوف تنتهي أو التي في طريقها إلى الانهيار وبسرعة شديدة جدا. والآجلة هي تحويل القاهرة كلها أو إعادة الوجه الحضاري للقاهرة كلها بالتدريج لتصبح كما كانت قديما، وتكون منطقة جذب سياحي، لأن في ناس كتير جدا في العالم تحب تتفرج على الترتيب بتاع العصور الإسلامية اللي موجود في مصر، لأن مصر دولة غريبة جدا، إنه زي ما فيها آثار متراكمة من الفترات القديمة أيضا في العصور الإسلامية نفسها تستطيع أن تميزي من العصر الأموي حتى نهاية الفترة بتاعت محمد علي بالطراز المعماري، طرز الأثار وموجودة على الطبيعة. صحيح. وفي حالة جيدة، فكان لابد من المحافظة. صحيح. على هذه الأثار من خلال الترميم ثم عملية الصيانة بعد الترميم. طب سؤالان بقى هنا. فضل. دكتور محمود، أولا ما هي معوقات ترميم وتطوير المناطق الأثرية؟ يعني حضرتك تفضلت دلوقتي نتكلم على الجوامع والمساجد، إنها تتبع لوزارة الأثار أم لوزارة الأوقاف؟ وعندما نقول أن الترميم مطلوب، على من تقع المسؤولية أدبيا وقانونيا أيضا؟ هو شوف حضرتك، النجاح لي أب واحد، وآسف يعني الفشل لي أب واحد، والنجاح لي ألف أب. هو لما بنيجي نتكلم عن التبعية فكل واحد بيقول أن دي تبعي، إقامة الشعائر، الطقوس الدينية، الاحتفالات الدينية، هذا شأن من شؤون وزارة الأوقاف. المسجد كمبنى أو مؤسسة دينية هو تابع لوزارة الأوقاف، ولكن المسجد باعتباره أثر يتبع وزارة الأثار. فعندما تبدأ مسائل انهيار هذه المساجد نتيجة للتقادم، نتيجة لسوء الاستعمال، نتيجة لكذا، لأن ما تنسيش برضو أن احنا بالنسبة لنا الأثار الإسلامية أغلبها أماكن عبادة، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تحجب الناس عن أن يمارسوا العبادة بتاعتهم في داخل هذه المباني، وبالتالي أنت بتزوديها بالأشياء الحديثة اللي هي تجعل من عملية التعبد فيها سهلة ميسورة. يعني أنا مش معقول أقول لهم أنا هعمل لكم أحواض مية زي ما كان زمان، أو أنكم تتوضوا من النافورة اللي موجودة في وسط المسجد. لا، إحنا دخلنا مياه وخرجنا مياه صرف ومياه وجذب مياه عذبة للاستعمال اليوم للناس، عملنا يعني أشياء مستحدثة في الكهرباء ولذلك هذه الأشياء زي ما هي ضرورية بتؤثر على، لكن تؤثر على المكان نفسه إذا ما هي عملت بطريقة لا تتناسب مع عمر الإيه الأثر. يعني الأثر ده زي شخص مثلا مسن عنده 80 سنة، فمش ممكن تطلبي منه ما تطلبيه من شاب عنده 20 سنة. صحيح. فبالتالي مش هيقدر. فهنا ال- 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 الاستعمال اليومي لهذه الأثار كما أنه يحافظ عليها، إلا أنه في نفس الوقت محتاجة صيانة مستمرة. هذه الصيانة هي من مسؤولية طبعا وزارة الأثار. طب واحنا نتحدث عن فكرة الترميم، أهم المناطق مؤخرا الأثرية خاصة الإسلامية التي يعني كان محظوظة وإنها كان فيها ترميم وتم الاهتمام وكان في مشاكل وتم تجاوزها، وتقييم حضرتك من الناحية الفنية والناحية القيمية كمان لهذه الأثار في جودة عملية الترميم، كيف تتم قصة هو أهم في هذه الطرز وأقدم المهمة؟ أهم وأقدم مشروع للترميم كان قلعة صلاح الدين، وده كان في الثمانينات بداية الاهتمام بهذا المشروع اللي كان اشترك فيه شباب كتير جدا، وشباب الجامعات وشباب الأثريين، وكان في طفرة كده حلوة بيشغلوا فيها كل الناس بعد دورات تدريبية في الترميم. ده كان أهم مشروع لفت النظر في العالم للأثار الإسلامية في مصر. ثم بعد ذلك جاءت فترة ما قبل 25 يناير، وكان في
وزارة الآثار أو الهيئة في ذلك الوقت، هيئة المجلس الأعلى للآثار يعني، كان عنده فلوس كتير جدا، لأنه كانت السياحة ما شاء الله يعني بتدخل دخل كبير جدا في ذلك الوقت. فبالتالي كان جزء كبير جدا من هذه الأموال يضخ لترميم الآثار، لترميم الآثار في مشاريع ضخمة جدا تكلفت ملايين الملايين من الجنيهات، زي مثلا فم الخليج، قناطر اللي موجودة في فم الخليج، زي القلعة نفسها، زي شارع المعز. طبعا شارع المعز ده كان المشروع المنوط به أنه يجعله قبلة للسائحين في وسط القاهرة، يعني كل من يريد أن يتعرف على آثار مصر الإسلامية عليه أن يبدأ في السير من بداية شارع المعز إلى نهايته. كيف تقيم، يعني على ذكر شارع المعز، كيف تقيم عملية الاهتمام والترميم التي نالها بعض الوقت ولا يزال يحتفظ بهذا الرونق، ولكن هل تتفق معي أن غابت عنه الأضواء مرة أخرى ويتعرض أيضا للإهمال؟ حضرتك إذا ما أجريت عملية جراحية لإنسان لاستئصال مرض معين فيه، إذ لم يتبع هذا نوع من أنواع العناية والمراقبة، فسوف يرتد إليه المرض. هنا إحنا عندنا عملنا ترميم وصرفنا ملايين الجنيهات، وبعدين جاءت فترة للأسف الفترة دي حدثت التداعيات لما حدث في 25 يناير، وأصبح هناك فوضى في الشارع المصري. أدت هذه الفوضى إلى اقتلاع أعمدة الإنارة ووسائل الإنارة الحديثة اللي استوردناها بمبالغ كبيرة جدا، البوابات الإلكترونية اللي موجودة في المنطقة، إعادة الاستعمال الخاطئ للآثار بأنه يعتدي عليها ويعمل فيها منشآت تانية. فأدى ذلك بطبيعة الحال إلى عدم صيانة وفي نفس الوقت تعديات وفوضى في الاستعمال. فكرة وجود التجمعات السكنية وبعضها العشوائية في هذه الأماكن طبعا مش ممكن نعمل فيها حاجة، بس كيف ترى أنها تؤثر على هذه الأثار وعملية الصيانة والاستمرار في حفاظ هذه الأثار على رونقها؟ هو حضرتك الأثار الإسلامية والقبطية أيضا حظها انها موجوده في قلب المدينه القديمه، صحيح، زي ما احنا بنطلق يعني كل عاصمه من العواصم عندها جزء قديم وجزء حديث. فالاثار الاسلاميه مش موجوده في مدينه نصر ولا في الرحاب ولا في مدينتي، انما هي موجوده في جوه القاهره القديمه. وبالتالي الناس اللي عايشه في هذه الاماكن عايشه بالطريقه التي كانت تتعايش فيها في وقت احنا كان عندنا وقت، يمكن حضرتك صغيره السن شويه بالنسبه لي، لكن كان عندنا وقت كانت معظم الآثار الإسلامية مسكونة من الناس. يعني كان الأسر قاعدة في الآثار الإسلامية تقيم إقامة كاملة. فالحمد لله المسألة دي انتهت. يعني المسألة دي لا نجدها الآن إلا فيما نظر في بعض الأمثلة النادرة، لكن دي كانت القضية العامة. طيلة إقامة هؤلاء الناس في هذه الآثار أدت إلى طبعاً يبقى إذن الكثافة السكانية في مناطق الآثار بتؤدي إلى تداعيات سلبية على الأثر نفسه طبعاً بطبيعة الحال. لكن أنا مش عايز أخلق شكل من أشكال العداء بين الناس اللي محيطين بالأثر وبين الأثر. يعني أنت حضرتك النهاردة في قبة فاطمة خاتون اللي هي عاملين عليها مشروع كبير جدا للترميم، هذه القبة في مياه جوفية وفي نفس الوقت مقلب زبالة الحي كله في هذه القبة. لما انت تروح تشوف القبة دي منظر يقشعر يعني الأبدان، يعني بصفتنا ناس مهتمين بالآثار والحضارة، صحيح، يعني شيء مهول. فبالتالي عشان انا ارجع الأخلاقيات العامة المحيطة بالأثر إلى أنها تحافظ على هذا الأثر ولا تعتدي عليه، بعد أن يعني بعد أن أنفق بقى، لأن هنا مسألة الإنفاق في وزارة الآثار ما عادتش زي زمان، لأن الدخل قليل جدا بتاعهم. فبالتالي أي مبلغ هيتصرف لابد أن يحصل لجان فنية للصيام. هذه اللجان الفنية تقرر ما هو الأثر الأكثر احتياجا للترميم وما هو جدوى هذا الترميم في هذا الأثر. يعني ممكن أنا أرمم أثر لا جدوى من ترميمه، صحيح، هو منهار أساسا، فأنا بعمل له عملية ريكونستراكشن بعيد بناؤه، فده يستنى شوية. لكن الأثر اللي أنا شايف أنه هو حالته القديمة موجودة، فده أعطيله أولوية. لأني وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا لازم وأشرنا إليها أكثر من مرة، أنا عندي
حاجة اسمها إدارة المشروعات في وزارة الآثار. إدارة المشروعات دي بتتكون من مين؟ بتتكون من مهندسين وأثريين ومرممين بكافة أنواع الترميم. لماذا لا أستعمل هؤلاء في مسألة الصيانة اليومية للآثار؟ ده شيء بديهي. يعني بدل أنا ما أجيب شركة وتاخد مني ملايين وأنا ما عنديش، فأنا عندي جيش جرار من صحيح. المرممين، هم دول المرممين اللي عملوا الآثار اللي في المتاحف دي كلها، متحف فن الإسلام ومتحف الكبير ومتحف الحضارة. يعني هو موضوع يطول فيه الكلام دكتور محمود، موضوع هام جدا، نريد استراتيجية. يعني من كلام حضرتك هناك لازم يكون في استراتيجية، رؤية واضحة، رؤية بخطوات، بتمويل، بكوادر البشرية الموجودة، عشان تبقى فعلا استراتيجية، مش مشروع أو مشروع لا وأستعمل الناس اللي عندي الكوادر البشرية. صحيح. الكوادر البشرية اللي أنا بديها مرتبات دي صحيح. أنا أستعملها في ليه أنا أجيب شركات وأعمل صحيح. دكتور محمود إبراهيم حسين، أستاذ الأثار الإسلامية جامعة القاهرة، شرفتني يا فندم، شكرا لوجودك معنا في هذا الصباح وهذا الحديث الممتع. شكرا لكم، والشكر موصول لكم مشاهدينا، كنا معكم منذ الثامنة وحتى الآن، وغدا يتجدد اللقاء وفريق عمل جديد. هذه تحياتي، إلى اللقاء.